السلام معكم، مرحبا بشار فيديو جديد من بلاي ليست جوميا او لا شوبينج اونلاين. الفيديو ده غادي يكون على رصيد جوميا باي. بعض المرات كنشريو وكيديروا لينا يعني انيلي لا كوموند ديالنا في جوميا، وبطبيعه الحال يعني الفلوس ما كترجعش لينا للحساب البنكي ديالنا، ولكن كترجع لينا الصوت ديال جوميا باي. انا يعني ديجا كان وصلني الريفوند الاول والريفوند الثاني، والفلوس يعني ممكن تعاود تشري بها من جوميا فود او من جوميا نيت، ولكن مثلا ما كنتيش عطال على ديك البروداكت اللي شريت، تقدر انك يعني ترجع الفلوس للحساب البنكي ديالك. ولكن تقول لي الفلوس راه ما كيرجعوش ديريكت من جوميا للحساب البنكي ديالنا. ايه متفق معك، كيدوزو لجوميا باي، الفلوس كيرجعوا لينا لهذا التطبيق هذا اللي هو جوميا باي. كيكون الرصيد هنايا عندنا، يعني الرصيد اللي غادي نرجعو هنا، يعني عندي الرصيد ديالي، الا بغيت نرجعوش غادي ندير كونط ميثود دو بايمون، داكشي كامل لا علاقه. الحل هو انك غادي تكونتاكتي جوميا. منين؟ من تطبيق جوميا جلوبال اللي كنشريو منه اولا جوميا مول. اول حاجه خصك تدخل لتطبيق جوميا اللي هو جوميا جلوبال اولا جوميا مول. من بعد كتجي لهاد المساعده، ديجا خصك تكون اصلا تسجلتي في الحساب ويكون عندك نفس الكونت اللي في جوميا باي هو اللي في جوميا مول. يعني ماشي مثلا انت ديجا خيتي كونت في جوميا باي بنمره اخرى او بايميل اخر، وعاوتاني تجي هنا جوميا جلوبال بايميل اخر وتجي تطلب منهم انهم يحولوا لك الفلوس، راه ما غاديش يبغيو. يعني خصك يكون عندك نفس الكونت نفس كل شيء، باش ملي كتجي تكونتاكتيهم كيمشي داكشي كما بغيتي انت. من بعد كتجي لهاد القسم المساعده، هنا كتلقى بزاف ديال الحوايج. الا بغيتي اسئله شائعه مثلا شي حوايج بلا ما تقعد يعني تسنى بنادم يجاوبك عليهم، كتجي لهاد اسئله شائعه هنايا. هنا كتلقى جميع الاسئله، ولا كتكتب هنا المشكل ديالك فاوصف مشكلاتك، كتلقى بزاف ديال الحوايج تقدر تجاوب عليهم باش ما نعطلش عليكم في الشرح. من بعد ما كندخلوا لجوميا كنديروا بدء محادثه فوريه. فوالا هنا اش كنديروا، كنجيو كنديروا هنا الاسم الاول سميتنا وكنيتنا، هنايا البريد الالكتروني كنديروا البريد الالكتروني اللي ديجا حنايا مسجلين به في نفس لي كونط. هنا كنديروا سبب طلب المحادثه، كتختار نتايا يعني الغاء الطلب اولا كدير شيء اخر اولا استفسارات حول الدفع، اعاده المنتج او استرداد النقود. شوف انت المشكل اللي بغيتي، مثلا حنا في هذه الحاله غادي نديروا استرداد النقود. هنا كدوي يعني معهم كتقول لهم مثلا المشكل اللي بغيتي، مثلا حنايا هنايا بغينا نديرو الروتور. هنا كتبقى يعني كتهضر معهم. هنا دابا راه حاليا وقيلا راه كونيكت غير مع الروبو، هنا غادي يجاوبك يعني واحد من العمال ديال جوميا. هنا كتهضر معهم على حسب المشكل، مثلا هنا بروبليم دو بايمون، ممكن انت كطرح السؤال وما كيجاوبوك، من بعد كتعطيهم يعني لي دوني اللي بغيتي كيحلوا لك المشكل. كما كتشوفوا هنايا هما عطاونا مشكل جوميا باي، كتواصل معاهم في الاخير كتطلب منهم انهم يردوا لك يعني الفلوس من حساب ديال جوميا باي للحساب البنكي ديالكم. ومن هنايا كدير يعني كتقرا كما كتشوفوا هما جاوبونا هنايا، كتحل المشكل ديالك بطريقه سهله، كتطلب منهم انهم يرجعوا لك الفلوس من جوميا باي للحساب البنكي ديالك. راه ديك البلانك يطرى ما بين 24 حتى 48 ساعه كتكون الفلوس في الحساب البنكي ديالك، ما ناقصاش يعني الفلوس اللي في جوميا باي كترجع لك للكونت ديالك. حتى لهنا متابعينا الكرام غادي نكونوا شرحنا كيفاش نرجعوا الفلوس ديالنا من جوميا باي الحساب البنكي ديالنا. الطريقه جربتها قبل اخوان، ماشي غير جيت عطيتها لكم. حتى انا غادي نكون وصلنا الفيديو ديالنا، عجبك الفيديو واستفدتي ما تنساش دير اعجاب الفيديو، اشترك في القناه او سبسكرايب على حسب اللغه الهاتف ديالك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.